يوم الأجازة ممكن يهف علينا اللي احنا نعمل أحلى وأطعم طبق فول ناكله، لكن هل هنشتري من بره الفول ولا هنعمل الفول بجماله وتكاته وحركاته في البيت عندنا؟ تعالوا مع بعضنا نشوف الفول وجماله اللي طعمه فعلا عامل زي الزبدة ازاي هنعمله وازاي هيطلع باللون الرائع ده وطعمه فعلا كان دايب دوب. المكونات سهلة جدا وطريقة سهلة جدا وحاجة مضمونة هتعمليها في البيت، وخليكي شاطرة وخليكي موفرة وما تشتريش الحاجة من برة. من مش مجرد ان انت تاكلي فول كده وخلاص، لا، هنحط فيه مكونات هترفع من القيمة الغذائية فعلا وطعمه هيتغير نهائي. وتعالوا مع بعضينا، لكن قبل ما نبدا نقول اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، وبشكر جميع المتواجدين معايا وبشكر كلامكم الجميل اللي فعلا فعلا بيرفع من المعنويات، ويا رب دايما متجمعين على خير باذن الله ونكبر بيكم وليكم وكل حد منكم يحقق اللي يتمناه عاجلا وليس آجلا. هنشوف المكونات بكل سهولة. انا هنا هجيب نص كيلو فول، انا كنت نقعاه ليلة كاملة، تمام، كل شوية بغير المية عشان اطلع الغازات اللي فيه. وهنا كمية من الفول المدشوش كوباية صغيرة، ونفس الشيء برضك كمية من العدس الاصفر، وهنا جزرة مبشورة وفلفل حامي مبشور او هريسة شطة تحفة جدا جدا، جربها فعلا هتعجبكم، وطماطمية صغيرة مقشراها وبصلاية وتوم. وهنا بقى البهارات، عندي بابريكا، عندي كاري، كركم، بصل بودر، توم بودر، كزبرة، كمون، فلفل اسمر، تمام كده، تمام كده. والملح لا، مش هحط ملح خالص، بس هحط معلقة سكر عشان تستوي بسرعة. ربي اعملي الفول بالطريقة دي وفعلا فعلا مش هتستغني عنه. طبعا الحلة اللي انت هتعملي فيها او قدرة الفول او الدماسة اللي انت هتعملي فيها او تدمسي فيها، انا عندي هنا الدماسة بفضل الله بدمس فيها على طول. عايزة اقول لكم الطعم جميل جدا. لو ما عنديش دماسة الفول هيقول لا، مش هيقول لا، في حلة عندك عادي وهتعملي كل حاجة. هتعملي ايه؟ بكل سلاسة بكل بساطة هتروحي نازلة بكمية الفول. احسن حاجة زي ما بقول اللي احنا ننقع الفول قبليها بيوم، تمام كده، انقعي الفول قبليها بيوم، وحاولي اللي انت كل ساعتين تغيري المية بتاعت الفول ذات نفسها، بتلاقي كده من فوق فقاقيع، تمام، دي الغازات بتاعت الفول اللي بتطلع. هتحطي كمية الفول طبعا بعد ما اتنقعت يوم كامل، الليلة كاملة بمعنى اصح. هتحطيه بقى في قدرة الفول، هتحطيه في حلة، اي حاجة في الدماسة، يعني اي حاجة عندك هتستوي، مش هيقول لأ. انا حطيت كمية الفول، انا نص الكيلو الفول ده ما شاء الله اللهم بارك بيقعد عندي تقريبا فترة كبيرة، لان احنا ما بناكلش فول تقريبا الا زوروني كل سنة مرة، مرة واحدة في الاسبوع ده لو كناه، او كل اسبوعين مرة، تمام كده. انا بصفة عامة تقريبا ما باكلش الفول او الطعمية الا قليل جدا، اما بتهفني نفسي، بس فعلا فعلا والله طعمه رائع جدا. طب انت ليه حطيتي الفول المدشوش؟ الفول المدشوش بيخلي المية تقيلة، في ناس بيحطوا بداله رز، لكن الفول المدشوش روعة جدا. اول حاجة قيمة غذائية عالية جدا، بيخلي عندك المية بتاعت الفول تقيلة مش خفيفة، وبيكون جميل جدا ما شاء الله ما بيتهرس كده، بيكون طعمه روعة جدا ما شاء الله اللهم بارك. تعالي بقى نشوف فايدة العدس. هل مجرد اللي احنا بس بنحط كده مكونات وخلاص، مجرد مكونات بحطها؟ استحالة، اي حاجة بتحطيها بيكون فيها قيمة غذائية عالية جدا. هل ترى العدس بيعمل ايه؟ اول حاجة العدس بيزود الجسم بالعناصر الغذائية الاساسية، لانه بيحتوي على بروتين والياف وبعض من المعادن والفيتامينات زي الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك والكالسيوم وفيتامين بي وحمض الفوليك. قال لي ايه تاني؟ قال لي بيعزز صحة القلب. قال لي ايه تاني؟ قال لي بيقلل خطر الاصابة بالسرطان، بيعزز عملية الهضم، بيقوي الدم. قال لي يبقى فوائده كتيرة جدا جدا ومتعددة، بينظم مستوى السكر في الدم وكمان تقوية المناعة، تمام كده، تمام كده. طيب ايه تاني؟ قال لي بيدعم نمو الجنين، بيدعم نمو الجنين لان بيكون غني بحمض الفوليك، تمام كده، تمام كده. خلاص بعد ما حطيت العدس هعمل ايه؟ تعالوا بقى للخضار او التشكيله اللي احنا هنحطها برضك اللي بتحتوي على نسبه غذائيه عاليه جدا. احنا ننزل بالبصل، بصلايه واحده، تمام كده. انا حطيت بصل ابيض بيكون فيه نوع من التسكيره شويه، جميل جدا، بيدي طعم حلو جدا. وهنزل بطماطمايه واحده مقشراها،
وفلفل او هريسة شطة تحفة جدا، والثوم هنزل بيه صحيح زي ما هو، صحيح زي ما هو، والطماطم صحيحة زي ما هي اي نعم، والبصل صحيح زي ما هو اي نعم، كل ده هيتستوي ويتهري في الفول فمش هيبان معاكي. وهنزل بهريسة شطة، انا هنا كان عندي فلفل احمر ضربته مع نفسه كده، او كنت عاملة هريسة شطة خدت منه معلقة، والجزر ليه نزلت بالجزر، عايزة اقول لكم الجزر بيدي طعم رائع جدا. لو الاولاد عندكم ما بياكلوش الجزر بصفه عامه، حاولوا ان انتوا تدخلوه في الاكل، عارفين كده اما تدفسوا الحاجه في الاكل مش هتبان، نفس الشيء، يبقى عايزين عناصر غذائيه، عايزين قيمه غذائيه عاليه جدا. بعد كده تعالي انزلي بالبهارات بتاعتك، كاري، كركم، بصل بودر، توم بودر، كزبره، كمون، تمام كده، وحطي معلقه صغيره سكر، في ناس بيحطوا ليمون مفيش مشكله، لكن حاولي الليمون تحطيها اخر مرحله عشان ما يعملش عمليه اكسده. تمام كده. هعمل ايه بعد كده؟ طبعا ورق لورا وحبهان انا حطيته في الاخر. تمام كده. عندك مطحون ماشي، مش عندك مطحون حطيه سليم زي ما هو، انا كان عندي مطحون حطيت كده يعني ايه سنه صغيره ومفيش اي مشكله. هعمل ايه بعد كده؟ هنزل بميه مغليه على المكونات دي كلها. عايزه اقول لكم والله الفول بيطلع روعه جدا، يعني انا بصفه عامه ولادي ما بياكلوش او ما بيحبوش الفول يعني من بره، على طول كنت بجيبه، اما كنت بجيبه يوم الجمعه يعني ما بياكلوش، كان على طول ممكن ناكل منه معلقتين ثلاثه والباقي خلاص يعني مش هيتاكل. فاما بدات ان انا اعمل الفول في البيت، وبدات ان انا اخزن في الفريزر واسحب، مثلا اطلع بالكيس، انا النهارده مثلا هناكل فول يوم الجمعه، طبعا لو احنا كنا في الاسبوع ده فول بطلع الكيس واروح خلاص سايباه وعاملاه بزبده او بسمنه ايا كان. عايزه اقول لكم طعمه روعه جدا ما شاء الله، اللهم بارك. بدات ان انا ادمج المكونات كلها مع بعض، وحطي ميه مغليه تمام كده، وبعدين حطيه على نار عاليه في البدايه خلاص، وما تغطيهوش في البدايه، اول ما يغلي معاكي تعملي ايه؟ اول ما يغلي معاكي هتروحي مهديه النار عليها ومغطياه، وتسيبيه بقى ياخد ويدي مع بعض. شوفوا هنا خلاص ما شاء الله اللهم بارك، يكاد يكون خلاص استوى. طبعا انا كنت سايباه تاني يعني بسيبه على شعله منخفضه جدا 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 ما شاء الله اللهم بارك، فبيطلع معايا زبده، بيطلع معايا روعه جدا جدا ما شاء الله. عايزه اقول لك انت مش مجرد فعلا بتاكلي فول بس، حاجه قيمه غذائيه عاليه. وبعد كده بقى حبيت الفول زي ما انت عايزه. في المثل بيقول لك ان خلص الفول انا مش مسؤول، طبعا جميل جدا، لكن بعيدا عن اللي عندهم القولون، وانا بالنسبه لي عندي قولون، فالبقوليات بصفه عامه قليله وانا اكلتها، لو اكلتها بقى الله المستعان بفضل تعبانه فتره طويله. فعايز اقول لكم روعه جدا ما شاء الله اللهم بارك، اعمليه بالطحينه يجي طعمه روعه، اعمليه بالزيت الحار تحفه جدا، اعمليه بالثوم حلو جدا، اعمليه بالطماطم والبصل حلو جدا، اعمليه بالسمنه حلو جدا، اعمليه بالزبده حلو جدا، شطه، ليمون، يا سلام. عايز اقول لكم فعلا روعه جدا ما شاء الله اللهم بارك، جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا جدا، مش هتستغنوا عنها. هتبطلوا بقى اللي انتوا تشتروا اي حاجه من بره، تبداوا اللي انتوا تعملوا كل حاجه في البيت، وابداوا اللي انتوا خزنوها، مش هتتعبكم في البدايه، ممكن يكون ايه كبدايه صعبه عليا، لكن بعد كده الامر هيكون سهل. يا رب الطريقه تعجبكم ان شاء الله وتجربوها في قناه فكرة وطبخة مع انجي محمد. وما تنسوش لو مش مشتركين في القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ومفيد، وان شاء الله بإذن الله نكبر بيكم وليكم زي ما احنا اتفقنا، يد الله مع الجماعة. يا رب الحاجة اللي انا بطرحها عليكم تعجبكم، ولو عايزين اي وصفة اكتبوا لي تحت في الكومنتات وان شاء الله ننزل بيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.